محاضرتنا اليوم زي ما بتشوفوا بنتكلم فيها في تشابتر رقم 28 عن الماجنتيك فيلدز اللي احنا نسميها بالانجليزي او باللغة العربية عفوا المجالات المغناطيسية. ولو تجي تلاحظ معايا احنا بدأنا هذا المقرر بدراسة الكهرباء الساكنة، وبعد كده في آخر تشابترين انتقلنا لدراسة التيارات الكهربائية وأخذنا القوانين والمعادلات اللي تهمنا في هذا الموضوع. والآن في هذا التشابتر والتشابتر القادم بإذن الله تعالى راح نتكلم عن المجالات المغناطيسية اللي هو magnetic field. فعشان نبدأ بالمجالات المغناطيسية خلينا أول شيء نفكر بعض إيش هو المغناطيس. المغناطيس زي ما أنتم عارفين يا شباب، المغناطيس هذا كلنا قيد لعبنا به واستخدمناه، سواء ممكن أنك تشتريه الآن بشكل جاهز من محلات أدوات البناء، ممكن انك تشتري المغناطيس ايضا من المكتبات، ممكن انه لو كان عندك جهاز قديم او سماعه قديمه وفتحتها تحصل هذا المغناطيس. وكلنا نعرف انه هذا المغناطيس عباره عن قطعه معدنيه، اللهم انه هذه القطعه المعدنيه لها خواص غريبه شويه، بحيث انه هذه القطعه المعدنيه تتلاصق مع الحديد، لكن لو جيت قربتها من معادن اخرى زي النحاس والالمنيوم ما يصير فيه اي نوع من التلاصق. برضه لما اجي اقربها من المواد غير الموصل للتيار الكهربائي زي الخشب والبلاستيك ايضا ما يصير في عندي اي نوع من هذا التجاذب. فنبغى نعرف ايش هو هذا او ايش الاساس لهذه الظاهره الغريبه. في البدايه كلمه مجال، المجال او الفيلد هو الحيز من الفراغ الذي يظهر فيه تاثير هذه الكميه الفيزيائيه او هذه الظاهره الفيزيائيه. فمثلا لما جينا نتكلم عن الشحنات الكهربائيه قلنا انه المجال الكهربائي هو الحيز المحيط بهذه الشحنة الكهربائية والذي يظهر فيه تأثير هذه الشحنة، تمام؟ سميناه electric field. نفس الكلام لما أجي أخذ هذه القطعة اللي أنا أسميها مغناطيس وأشوف الحيز المحيط بهذه القطعة والذي يظهر فيه تأثيرها المغناطيسي، راح أسمي هذا الجزء أو المحيط الذي يحيط بهذا المغناطيس أسميه المجال المغناطيسي. هذا من ناحية المبدأ. لكن الآن أبغى أشوف أساساً هذا الشيء او هذه الظواهر الغريبه اللي انا اسميها مجال مغناطيسي جايه من فين؟ ليش هذه القطعه المغناطيسيه تتصرف بهذا التصرف العجيب؟ لما جو درسوا هذا الكلام يا شباب فبداوا لنا هذا التشابتر بهذا السؤال الكبير: What produces a magnetic field؟ ما هو مصدر انتاج ما نسميه بالمجال المغناطيسي؟ درسوا هذا الكلام يا اخوان ولقيوا انه سبب وجود ما نسميه بالمجالات المغناطيسية هو سبب واحد فقط، حركة الشحنات الكهربائية. بكل بساطة يعني لما الشحنة الكهربائية تتحرك تكون حولها ما نسميه بالمجال المغناطيسي. خليني كده أديك رسمة بسيطة عشان أوضح لك أنا إيش أقصد. أنا لما يكون عندي شحنة ساكنة زي ما درست في أول التشابترز عندي في هذا المقرر، قلت لك والله حوالين هذا الشحنة الساكنة أنا أرسم لك خطوط، هذه الخطوط تشير إلى وجود ما أسميه أنا بالمجال الكهربائي. لكن تعال تخيل معايا لو أنا أخذت هذه الشحنة الآن وبدأت أحركها بسرعة معينة، فصارت الآن هذه الشحنة، تخيل معايا الشحنة صارت متحركة في هذا الاتجاه. قال لك بالإضافة إلى وجود هذا المجال الكهربائي اللي أنا عارفه راح يتكون لك الآن مجال جديد. هذا المجال الجديد هو ما أنا أسميه بالمجال المغناطيسي ويرمزوا له في الكتب عادة بحرف بي كابيتال. طيب إيش يصير لو أنا رجعت أخذت هذه الشحنة اللي كانت متحركة ووقفتها؟ قال لك أول ما توقفها راح يختفي المجال المغناطيسي ويتبقى المجال الكهربائي فقط. والكلام هذا يشمل جميع أنواع الشحنات. يعني الآن أنا بقول لك على جسمك موجود فيه شحنة ساكنة، لأنه زي ما قلنا أقمشة الملابس حقتنا قاعدة تحتك بأجسامنا، فبالتالي احتمال كبير جدا أنه الآن على كل جسم من أجسامنا في كمية معينة من الشحنة موجودة في حالة سكون. لو أنت الآن قمت من كرسيك وأخذت لك لفة في الغرفة، تأكد أنه في حالة حركتك في حوالينك مجال كهربائي وأيضا مجال مغناطيسي. لو رجعت قعدت على الكرسي حيختفي المجال المغناطيسي ويتبقى فقط المجال الكهربائي بهذه البساطة. لذلك كتبنا هنا في أول جملة إيش؟ When charges move، عندما تتحرك الشحنات، magnetic field is produced، سوف يتم إنتاج مجال مغناطيسي around them، حول هذه الشحنات.
من التطبيقات الواضحة واللي كلنا قد شفناها سواء في الأفلام أو سواء اللي فيكم قد راح المصانع الكبيرة حقت المعادن، تلاحظ أن عندهم هذا الونش الغريب اللي استخدموه في جمع الحديد. هذا الونش ما في له أي كماشة ميكانيكية، الونش عبارة عن صاجة فقط يقربها سواق الونش من هذا الحديد السكراب أو هذا الحديد الخردة. فجأة تحصل الحديد بدأ ينجذب لهذه الصاجة المعدنية، بعدين يروح جهة المستودع أو مكان ما يبغى يفرغ هذا الحديد، فجأة تحصل كل الحديد الخردة هذا طاح على الأرض بدون ما يكون في أي حركة ميكانيكية في هذا الموضوع. إيش اللي حاصل هنا؟ كل اللي حاصل هنا يا شباب، فكرة هذا الونش فكرة بسيطة جدا. فوق هذه الصاجة حاط لك سلك كهربائي، صاحب الونش لما يجي يقرب هذا الكماشة أو خلينا نقول هذا الصاجة من الحديد، كل اللي يسويه إنه يمرر تيار كهربائي في هذا السلك. مرر تيار كهربائي يعني حرك الشحنات، حرك الشحنات يعني تكون الآن حوالين هذا السلك مجال مغناطيسي. فبالتالي هو لما يمرر التيار الكهربائي في الأسلاك اللي موجودة فوق هذا الصاجة، بيحول هذه الصاجة كلها إلى قطعة مغناطيس ضخمة، فبالتالي تتجمع كل القطع الحديدية على هذه الصاجة. بعدين يروح جهة المستودع وكل اللي يسويه أنه يفصل التيار الكهربائي. فصل التيار الكهربائي، توقفت الشحنات عن الحركة، اختفى المجال المغناطيسي، فالحديد يطيح على الأرض بفعل الجاذبية الأرضية زي ما احنا عارفين. والكلام هذا حتى انت ممكن تسويه في البيت. لو تخش اليوتيوب دحين وتكتب إلكترو ماجنت اللي هو المغناطيس الكهربائي at home، انه كيف اسوي إلكترو ماجنت at home، حركة بسيطة جدا. تأخذ لك حجر كشاف وتحط سلك على القطب الأيمن والقطب الأيسر وتقربها مثلا من قطعة معدنية، بس انها تكون خفيفة لأن المجال المغناطيسي عندك ضعيف بحكم ان التيار محدود. يعني مثلا مشبك ورق، دبوس صغير، حتحصل انه هذا السلك تحول كأنه صار مغناطيس ضعيف الى حد ما، لكنه حيتجاذب مع القطعة المعدنية. لو انك فصلت السلك من البطارية مباشرة حتحصل هذه القطعة الحديدية او الدبوس اللي كان مجذب للسلك حيطيح على الارض من جديد. ممكن انك تسويه بكل بساطة في البيت. فيصير الشاهد من هذا الكلام انه لما انا استخدم التيارات الكهربائية عشان اطلع مجال مغناطيسي او عشان اكون مغناطيس لاي تطبيق معين، ممكن اسميه او في العادة يسموه الالكتروماغنت. وحتى من ضمن التطبيقات اللي سواها يا شباب، انه لما انت يكون عندك مثلا حديد مخلوط بمعادن اخرى، يعني رحت اشتغلت في مصنع يتعامل مع هذه المعادن بيسوي ريسايكلينج اعادة تدوير، فبيجيك صاحب الناس اللي بيجمعوا هذا الحديد الخردة بيجيب لك علب بيبسي على قطع حديد سكراب على أسياخ من العماير اللي قاعدة تنهك. انت تبغى تفصل الحديد عن غير الحديد، أبسط طريقة تسوي انك تسوي لك إلكتروماغنت، تقرب المغناطيس من هذه القطعة المعدنية، المواد القابلة للمغناطيس زي الحديد راح تنجذب، بينما المواد الأخرى الألمنيوم والنحاس حيبقى موجود في الأرض. فهم يستخدموا أيضا هذه الطريقة عشان يفصلوا ما بين أنواع المعادن المختلفة باستخدام هذا التطبيق البسيط جدا، إنه يمرر تيار كهربائي فوق هذه القطعة المعدنية فيحولها إلى مغناطيس. السؤال المنطقي هنا اللي يجي في بال الواحد يقول لك طيب جميل، ما عندي مشكلة في هذه النقطة، المغناطيس العادي اللي أنا متعود ألعب به من يوم أنا كنت صغير، والمغناطيس الزينة اللي أعلي على باب الثلاجة، هذا ما في أي تيار كهربائي، كيف بتطلع فيه هذه الخواص المغناطيسية؟ يقول لك هذا سؤال مهم جدا. هذا النوع من المغناطيس يا شباب اللي عادة يجيني بهذا الشكل أو بأي شكل آخر، بس إنه يكون قطعة معدنية معزولة ما فيها أي تيارات لكن لها خواص مغناطيسية، عادة يسموها permanent magnet، يعني المغناطيس الدائم. إيش السبب في وجود المجال المغناطيسي حوالينه؟ أقول لك السبب، خلينا أرجعك لأول كلام قلناه في هذا الكورس. قلنا إنه أي مادة في الدنيا عندي حتما حتكون مكونة من نواة موجبة وتدور حوالينها مجموعة من الإلكترونات السالبة، مزبوط؟ طيب أنا عندي هذا الإلكترون عبارة عن شحنة، وطالما إنه هذا الإلكترون قاعد يتحرك وقاعد يلف، معناته هذا الإلكترون قاعد يكون مجال مغناطيسي حوله حسب الكلام اللي قلته قبل شوية. وفي الحقيقة الإلكترون لما نيجي نفكر فيه يا شباب عنده عدة حركات مش حركة واحدة، يعني زي الأرض لما تلف حوالين الشمس، الأرض عندها حركتين،
بتسوي حركة دورانية حول الشمس وحركة مغزلية قاعدة تبرم حوالين نفسها. الإلكترون تقريبا له نفس الوضع، ففي الحقيقة الإلكترون قاعد يلف وقاعد يبرم حوالين نفسه. كل هذه الحركات تنتج مجالا مغناطيسيا حول هذا الإلكترون. فمعنات هذا الكلام إن أنا ممكن أقول لك أي ذرة ممكن أعتبرها عبارة عن مغناطيس صغير، يعني كل ذرة موجودة حيكون لها مجال مغناطيسي معين. السؤال اللي يجي في بالنا هنا، طيب حتى أنا جسمي وجسمك والكرسي اللي قاعد عليه كل شيء في الدنيا عبارة عن ذرات، ليش جسمي مثلا ما أحس بأنه له مجال مغناطيسي؟ لما أجي أقرب يدي من الحديد ما أحس في أي تجاذب بين يدي وبين الحديد، على الرغم من أنه الذرات اللي في يدي الآن فيها إلكترونات وهذه الإلكترونات قاعدة تلف في الدور. إيش اللي حاصل هنا؟ أقول لك شوف، اللي حاصل أنه عادة في الأجسام الغير ممغنطة الذرات تكون مرتبة بشكل عشوائي. فأنت لو افترضت أن كل سهم من هذه الأسهم عبارة عن المجال المغناطيسي لذرة واحدة، طالعت مثلا على الذرات المكونة لجسمك، حتحصل أنه والله الذرات هذه مترتبة بشكل عشوائي، فبالتالي المجال المغناطيسي مترتب بشكل عشوائي يكنسل بعضه بعضا، فما راح أحصل على مجال مغناطيسي صافي. لكن لو أنت قدرت بطريقة أو بأخرى أنك ترتب هذه الذرات بحيث أنه مجالاتها المغناطيسية تصير مترتبة وكلها جاية في نفس الاتجاه، أو خلينا نقول على الأقل أغلبها جاية في نفس الاتجاه، ففي هذه الحالة أنت راح تحصل على مجال مغناطيسي صافي لهذا الجسم. وهذا هو اللي قاعد يصير عندي هنا في البيرمننت ماجنت. فهذه القطعة المعدنية يعالجوها بطرق معينة بحيث أنه المجالات المغناطيسية لجميع الذرات أو لأغلب الذرات تبدأ تترتب، بحيث يكون المجال المغناطيسي لكل ذرة يقوي المجال المغناطيسي للذرة اللي جنبها. فراح أجي أطالع في النهاية أحصل أنه المحصلة الكلية سوف يكون هناك مجال مغناطيسي لكامل هذه القطعة، فبالتالي أسميه البيرمننت ماجنت أو المغناطيس الدائم. لكن لو تيجي تفكر معي في كلتا الحالتين، سواء أنا بتكلم عن مغناطيس دائم أو بتكلم عن إلكتروماجنت اللي هو المغناطيس الكهربائي، السبب في وجود المجالات المغناطيسية هو هو، زي ما اتفقنا، حركة الشحنات الكهربائية. الآن عرفنا من فين جاينا المجال المغناطيسي وإيش هو المجال المغناطيسي وكيف يتكون، خلينا نجيب له تعريف رياضي، تعريف علمي. عرف لي المجال المغناطيسي زي ما عرفت لي المجال الكهربائي. كيف أعرف المجال المغناطيسي؟ خلينا أفكرك أساساً أنا كيف عرفت المجال الكهربائي. لو تفتكر معايا كنا نقول لو كان عندك مجال كهربائي افتراضاً بهذا الاتجاه، قلت لك أنا عشان توجد تعريف رياضي لهذا المجال الكهربائي، إذا أنتم فاكرين يا إخوان، قلنا نرمي شحنة اختبارية داخل هذا المجال اللي كنا نسميها تيست تشارج. وقت ما شرحنا هذا الكلام قلنا والله يشوف، لو هذه الشحنة الاختبارية تأثرت بقوة كبيرة معناته هذا المجال الكهربائي قوي، لكن لو الشحنة هذه الكهربائية رميتها جوة المجال وتأثرت بقوة صغيرة معناته هذا المجال الكهربائي ضعيف. وبناء على هذا الكلام عرفنا المجال الكهربائي بأنه حاصل قسمة القوة المؤثرة على شحنة اختبارية، وهذا التعريف اللي أخذناه في تاني شابتر درسناه. خليني أستخدم نفس الطريقة عشان أعرف لك المجال المغناطيسي. فراح افترض انه في عندي مجال مغناطيسي في مكان ما بهذا الشكل، وانا حاجي واحط شحنه كهربائيه داخل هذا المجال المغناطيسي عشان اشوف كيف وكم مقدار القوه المغناطيسيه اللي راح تتاثر بها هذه الشحنه. ايش لقيوا هنا؟ لقيوا الحاجه الغريبه يا شباب، انه لما انا اجي احط لك شحنه كهربائيه جوه مجال مغناطيسي وتكون هذه الشحنه في حاله سكون غير متحركه، فإنها لن تشعر بوجود المجال المغناطيسي أبداً. يعني تجي تحط هذه الشحنة زي ما هي وتسلف عليها مجال مغناطيسي وهي ثابتة، ما تتغير ولا تتأثر ولا تحس بأي فرق. لكن بمجرد ما تبدأ هذه الشحنة تتحرك في أي جهة، يمين أو يسار، فوق أو تحت، بسرعة معينة، مباشرة راح تبدأ هذه الشحنة بوجود قوة مغناطيسية مؤثرة عليها. فإيش معنات هذا الكلام؟ هذا الكلام قال لك خليني أنا أرجع أعرف لك المجال المغناطيسي زي ما عرفت المجال الكهربائي، هو حاصل قسمة القوة
مغناطيسية مجرد رمز راح أرمز لها بإف بي المؤثرة على شحنة بشرط أن الشحنة هذه تكون متحركة بسرعة قدرها V. فلو تلاحظ الفرق بين الصيغتين المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي أنه عندي هنا المجال الكهربائي كان قوة على شحنة بينما المجال المغناطيسي قوة على شحنة بشرط أن تكون هذه الشحنة متحركة وطالما أنها متحركة معناته لها سرعة معينة أرمز لها بالرمز V. وهذه هي الصيغة اللي كتبت لك إياها هنا. وكتبنا هنا في التعريف اللي هو الديفينيشن تعريف الماجنتيك فيلد كتبنا الآتي: If a charge Q إذا كان لدينا شحنة moves in a magnetic field تتحرك داخل مجال كهربائي قدره B with a velocity بسرعة نرمز لها بالرمز V. إيش يصير في هذه الحالة؟ A magnetic force قوة مغناطيسية FB will act سوف تؤثر on Q على هذه الشحنة. وكتبنا معاني هذه الرموز كلها هنا. هنا بس شوف خلي بالك في ملاحظة صغيرة، كلمة velocity يا إخوان يعني سرعة، ولكن في الحقيقة هي سرعة متجهة. وانتم فاكرين هذا الكلام لكن خلينا نكرره للتذكير. عندنا نوعين من السرعة في الفيزياء يا شباب، في السرعة العادية اللي هي الكمية القياسية يسموها speed زي ما انا عارف. كلمة velocity معناته انا عندي سرعة ولكن لابد احدد لك لها اتجاه. فمثلا انت لو تجي تقول لي والله انا في الويكند ركبت سيارتي ومشيت بسرعة قدرها 120 كيلومتر في الساعة وسكت، هذه عبارة عن سبيد، أعطيتني سرعة واضحة مقدارا وأعطيتني الوحدة حقتها. لكن لو تجي تقول لي والله في الويكند أنا ركبت سيارتي ومشيت بسرعة 120 كيلومتر في الساعة وكنت جاي من جدة لمكة، هتلاحظ أنا إيش أعطيتني؟ أعطيتني مقدار للسرعة وأعطيتني اتجاه. مقدار كمية المعلومات اللي استفيد منها من الصيغة الأولى تختلف عن مقدار المعلومات وفهمي لوضعك من الصيغة الثانية. لما تقول لي جاي من جدة لمكة 120 كيلو غير لما تقول لي كنت سايق 120 كيلو فقط. إذا ما حددت لك اتجاه نسميها speed، وإذا حددت لك اتجاه نسميها velocity. فكلمة velocity للتذكير هي السرعة المتجهة. بناء على هذا الكلام لما أجي أطالع في هذه المعادلة إيش ألاحظ يا أخوان؟ ألاحظ أنه أنا عارف أن القوة دائما أبدا عبارة عن كمية متجهة، والآن ذكرتكم بأن الفيلوسيتي أيضا كمية متجهة، ونعرف أنه المجالات دائما سواء كانت مجالات كهربائية مجالات مغناطيسية مجالات جاذبية أرضية أي نوع من هذه المجالات دائما المجالات تكون عبارة عن كمية متجهة. ففعليا في هذه المعادلة عندي ثلاثة متجهات. فخليني أكتب لك هذه المعادلة بصيغة المتجهات. أول شيء حاضر بسطين في طرفين عشان أفرد المعادلة على شكل خطي. بعد كده لو أبغى أتعامل معها كمتجهات شوف إيش يطلع عندي. أقول لك متجه القوة المغناطيسية المؤثرة على الشحنة يساوي مقدار الشحنة في سرعتها مضروبا في متجه المجال المغناطيسي. هنا في هذا المقرر تلاحظ أول مرة بنستخدم هذا الرمز عشان نسوي عملية ضرب بين متجهين. هذا الرمز يرمز لما نسميه بالضرب الاتجاهي. وعشان أفكرك إيش هو الضرب الاتجاهي خليني أرجع أكتب لك إحنا كيف كنا نتعامل مع المتجهات في التشابترز السابقة. كنا نقول لما يكون عندنا متجهين كنا في العادة نضرب الـ A دوت الـ B، والدوت هذا كنا نسميها عملية ضرب قياسي. ليش نسميها ضرب قياسي؟ لأنه النتيجة تكون كمية قياسية. طيب كيف كنت تحسب هذه النتيجة؟ كنت أقول لك تأخذ قيمة المتجه الأول في قيمة المتجه الثاني في كوسين الزاوية المحصورة بينهما. في طريقة أخرى لضرب المتجهات إني أضرب لك الـ A كروس B. هذا الضرب يسموه الضرب الاتجاهي لأن نتيجته تكون أيضا كمية متجهة. فيصير الدوت يرمز للضرب القياسي والكروس يرمز للضرب الاتجاهي. كيف طيب أحسب هذا الضرب؟ قال لك تحط لي قيمة المتجه الأول في قيمة المتجه اللي بعده في ساين الزاوية المحصورة بين هذين المتجهين. فيصير معنات هذا الكلام إنه خلينا أطبق أشوف هل الكلام هذا صحيح. أنا ضربت متجهين ضرب اتجاهي، النتيجة لابد أن تكون كمية متجهة والقوة كمية متجهة، إذا شغلي مضبوط.
لما أجي أبغى أحل هذه المعادلة في المسائل هحط قيمة السرعة في قيمة المجال في ساين الزاوية المحصورة بين السرعة والمجال، فيصير هنا لإعادة التذكير راح أكتب لك ترى هذه الآن هي الزاوية بين متجه السرعة ومتجه المجال المغناطيسي. هذه المعادلة يا إخوان نبغى نتكلم عنها كده شوية، ندردش، نبدأ نفصلها حبة حبة كما يلي. رجعت كتبت لك المعادلة هنا من جديد وأكدت لك أنه ثيتا أو فاي عفواً is the angle between V and B، هي الزاوية ما بين متجه السرعة ومتجه المجال. من قوانين ضرب المتجهات يا شباب، إذا أنت بتستخدم الضرب الاتجاهي ربما قد عدت عليكم هذه المعلومة، لكن خليني أذكرها حتما ودائما وابدا. يقول لك اذا ضربت متجهين ضربا اتجاهيا فان المتجه الناتج يكون عمودي على كلا المتجهين الاساسيين. ايش معنات هذا الكلام؟ معناته لما انا اجي اضرب السرعه في المجال، المتجه الناتج اللي هو في هذه الحاله القوه حيكون اتجاهه عمودي على اتجاه السرعه وايضا عمودي على اتجاه المجال. حتما هذا الشيء ما يتغير من اساسيات الضرب الاتجاهي. خليني أفهمك هذا الموضوع عن طريق هذه الرسمة البسيطة. تعال تخيل معايا إنه أنا عندي هذه الشحنة اللي هي على شكل كورة سوداء اسمها كيو، وهذه الشحنة خلينا نفترض إنها كانت تتحرك بسرعة في اتجاه هذا السهم الأحمر سرعة قدرها V، وأنا جيت سلط عليها مجال مغناطيسي في اتجاه السهم الأزرق بمجال قدره B. ايش تلاحظ هنا؟ او انه في عندي زاوية ما بين متجه السرعة ومتجه المجال. هذه الزاوية يا شباب ممكن تكون اي رقم، ممكن تكون السرعة في نفس اتجاه المجال موازية، ممكن تكون السرعة عمودية على المجال، ممكن تكون معاكسة. فبالتالي هذه الزاوية فاي اللي هي عندي هنا في القانون تاخذ اي قيمة من 0 الى 360 ما فيها مشكلة. لكن بغض النظر كم الزاوية اللي ما بين الفي والبي، حتما القف حتكون عمودية على المتجه V وحتكون أيضا عمودية على المتجه B. يعني كأنك بتقول لو أنا رسمت مستوى وهذا المستوى يكون محتوي على المتجهين حق السرعة وحق المجال، فحتما القوة سوف تكون عمودية على هذا المستوى. هذا معنات أنه دائما الناتج يكون عمودي على المتجهين الأساسيين. لذلك كتبت لك في هنا في هذه الجملة أنه القوة المغناطيسية تكون always دائما perpendicular يعني عمودية على متجه السرعة ومتجه المجال. طيب هذه النقطة نخليها في بالنا دائما وأبدا ما ننسى. لما برضو أجي أطالع هنا في هذه المعادلة يا إخوان، نطالع في الطرف اليمين، نحصل في الطرف اليمين هنا في عندي سرعة. فرياضيا إذا السرعة هذه ساوت صفر معناته الطرف الأيمن كله يساوي صفر، معناته القوة المغناطيسية تساوي صفر. فيزيائيا إيش معنات هذا الكلام؟ أقول لك والله إذا السرعة تساوي صفر فأنت كأنك بتقول لي عندي شحنة لا تتحرك، سرعتها تساوي صفر، فبالتالي الشحنة التي لا تتحرك لن تكون هناك قوة مغناطيسية مؤثرة عليها. وهذا الكلام اللي قلناه قبل شوية لما جينا تكلمنا عن تعريف المجال المغناطيسي، قلت لك لازم تكون الشحنة هذه تتحرك عشان تشعر بوجود المجال المغناطيسي. فأنا ممكن أسألك سؤال نظري هنا، أقول لك والله عندك شحنة مثلا 10 كولوم حطيتها في مجال مغناطيسي ضخم بتتحرك بزاوية إلا تكون، لكن هذه الشحنة كانت ثابتة، كم مقدار القوة المؤثرة عليها؟ مباشرة حتقول لي طالما السرعة بصفر القوة تساوي صفر. أيضا في الطرف اليمين هنا يا شباب نلاحظ أنه في عندي ساين، ونعرف أن الساين زي الكوساين تأخذ قيم من ناقص واحد مروراً بالصفر وانتهاءً بموجب واحد، ما لها إلا هذه القيم. فمتى ساين الزاوية يساوي صفر؟ حتقول لي والله عندي حالتين، إما لما تكون هذه الزاوية تساوي صفر فإن الساين حقها يساوي صفر، أو لما تكون هذه الزاوية تساوي 180 درجة فإن الساين حقها أيضاً يساوي صفر. طيب ايش معنات هذا الكلام يا اخوان؟ معناته بيقول لي هذه الزاوية هي الزاوية المحصورة ما بين متجه السرعة ومتجه المجال،
فبالتالي إذا كانت الشحنة عندك بتتحرك موازية للمجال، الزاوية بينهما صفر، ساينها بصفر، فبالتالي القوة المغناطيسية تساوي صفر. نفس الكلام لو كانت عندي الشحنة تتحرك بسرعة معاكسة لاتجاه المجال، فإن القوة المغناطيسية المؤثرة على هذه الشحنة تساوي صفر. خليني أرسم لك هي هنا بشكل أوضح. أفترضوا معايا يا شباب جدلاً إنه كان عندي فيه مجال مغناطيسي في هذا الاتجاه، وأنا جيت أخذت شحنة وحطيتها في هذا المكان وخليتها تتحرك بسرعة موازية لاتجاه المجال المغناطيسي. كم الزاوية ما بينهما الآن؟ هتقول لي والله الزاوية صفر، ساينها صفر بصفر، إذا القوة المغناطيسية المؤثرة على هذه الشحنة أيضاً تساوي صفر، بمعنى هذه الشحنة لن تشعر بوجود المجال المغناطيسي أبداً طالما أنها تتحرك موازية له. نفس الكلام ينطبق تماماً لو أنا جيت خليت هذه الشحنة تتحرك بشكل معاكس 100% لاتجاه المجال المغناطيسي. في هذه الحالة الزاوية 180، ساين 180 بصفر، القوة المغناطيسية تساوي صفر، إذن هذه الشحنة لن تتأثر بوجود المجال المغناطيسي إذا كانت متحركة معه أو متحركة عكسه. عشان كده كتبت لك هنا إذا كانت ثيتا تساوي صفر أو 180 فإن القوة المغناطيسية تساوي صفر. كده يكون فصلنا هذه المعادلة وأخذنا جميع الاحتمالات اللي ممكن إنها تجينا في المسائل. في نقطة صغيرة هنا الواحد ممكن إنه يتساءل عليها، يقول لك طيب جميل، أنت الآن قلت لي والله لما يكون عندي متجهين زي السرعة والمجال وضربتهم في بعض فإن القوة هذه سوف تكون عمودية على كلا المتجهين، لكن ترى هنا عندي احتمالين مش احتمال واحد. يعني لما تجي تقول القوة عمودية على كلا المتجهين ممكن يجي طالب يقول لي معناته القوة هذه الفوق، أو يجي طالب آخر ويقول طيب ليش ما تكون القوة هذه عمودية لأسفل؟ لأنه هندسياً ما في فرق، إذا عندي هذا المستوى ممكن أرسم لك عمودي يتجه للأعلى وممكن أرسم لك عمودي يتجه للأسفل، فبالتالي لازم تحدد لي كيف أنا أجيب اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على الشحنات المتحركة. أقول لك كلامك صحيح 100%، فبالتالي إحنا عشان نحدد الاتجاه الكامل والصحيح والواضح لهذه القوة المغناطيسية المؤثرة على الشحنات الكهربائية نستخدم ما نسميه بالرايت هاند رول، أو اللي نقول عنها بالعربي قاعدة اليد اليمنى. شوف كيف نستخدم قاعدة اليد اليمنى. في الكتاب كتب لك هي بصيغة يعني طريقة حسيت أنها شوية ممكن أنها تلخبط الطالب، فأنا لخصت لك قاعدة اليد اليمنى في خطوتين بسيطة أمشي عليها وبإذن الله ما راح تواجه أي مشكلة. خلينا أول شيء نترجم الكلام اللي قلناه، بعد كده نشوف كيف نطبقه. يقول لي الرايت هاند رول قاعدة اليد اليمنى تنص على الآتي: Point your right hand fingers، وجه أو أشر بأصابع يدك اليمنى in the direction of V، في اتجاه السرعة، يعني سرعة الشحنة أو حركة الشحنة. الخطوة الثانية: Curl، احني your fingers أصابعك in the direction of B، في اتجاه المجال المغناطيسي. لو كانت الشحنة المتحركة شحنة موجبة فإن إبهامك يشير إلى اتجاه القوة. If B is in the direction، سوف تكون في نفس اتجاه your thumb، يعني إبهامك. بينما لو كانت الشحنة المتحركة شحنة سالبة فإن إبهامك يشير إلى عكس اتجاه القوة المغناطيسية. طيب خلينا نطبق الكلمتين هذه على هذه الرسمة البسيطة اللي عندي هنا اللي توضح لي. افترض معايا انه في عندك شحنة قاعدة تتحرك جهة اليمين حسب هذا السهم الاخضر، فانا اجي اقول لك افرد اصابع يدك اليمين في اتجاه السرعة زي ما قال في الخطوة الاولى، فراح افرد اصابع يدي اليمين زي ما هو باين هنا في الرسم الملون في اتجاه السرعة. افترض معايا ايضا انه انا سلط مجال مغناطيسي في اتجاه هذا السهم الازرق، فراح اقول لك ايش؟ احني اصابع يدك اليمين في اتجاه المجال، فانت راح تلف اصابع يدك اليمين في اتجاه المجال زي ما هو باين هنا في الرسمه اللي بالابيض والاسود. الان ابهامك بشكل طبيعي حيكون ممتد في اتجاه القوه لو كانت الشحنه موجبه، وعكس اتجاه القوه لو كانت الشحنه سالبه. يعني لو كانت الشحنه المتحركه موجبه القوه المؤثره عليها حتكون لفوق،
لو كانت الشحنة المتحركة سالبة، القوة المؤثرة عليها عكس اتجاه الإبهام، إذن لأسفل. عشان كده تلاحظ هنا كتب لك F بالأحمر بالنسبة للبوزيتيف تشارج، و F بالأسود بالنسبة للنيجاتيف تشارج. هذه هي طريقة تطبيق قاعدة اليد اليمنى بكل بساطة. حنتكلم عنها كده بشكل أوسع شوية في السلايد القادم، لكن قبل ما انتقل للسلايد القادم حط لي كده معلومة في الكتاب، قال لي إنه وحدات المجال المغناطيسي هي في الحقيقة قوة على شحنة في سرعة زي ما أخذنا في التعريف. الكلام هذا كله جمعوه مع بعض وسموه تسلا، فيصير وحدات المجال المغناطيسي هي بالتسلا. لو جاتك بأي وحدة من مضاعفات أجزاء التسلا في المسألة لابد أنك تحولها للتسلا، بعد كده تبدأ تعوض. طيب نرجع الآن للرايت هاند رول. شوف هذه الرسمتين ما هي موجودة في الكتاب، لكن أنا حطيت لك هي على أساس أنه نتمرن مع بعض كيف أنه نطبق قاعدة اليد اليمنى. أفترض معايا الآن أنه أنا قلت لك والله عندك شحنة موجبة، وهذه الشحنة الموجبة راح أفترض أنها تتحرك في اتجاه اليمين، is moving to the right side. يعني تخيل الآن طالع كده في الشاشة كأنه في شحنة قاعدة تتحرك جهة اليمين. حلو الكلام؟ راح أعطيك الآن حالتين عشان تتمرن عليهم. في الحالة الأولى بقول لك افترض أنه المجال المغناطيسي is directed into the page، يكون اتجاهه داخل إلى الصفحة. يعني تخيل في مجال مغناطيسي قاعد يخرج من جسمك ويدخل في اتجاه الشاشة، وعندك في نفس الوقت شحنة تتحرك من اليسار لليمين. تعال طبق لي قاعدة اليد اليمنى عشان نجيب اتجاه القوة. خلنا نبدأ مع بعض يا شباب. أنا راح أفرد أصابع يدي اليمين في اتجاه السرعة إلى جهة اليمين. يا سلام، ما عندي مشكلة. بعد كده القاعدة تقول لي لف أصابع يدك اليمين في اتجاه المجال. المجال قلنا داخل إلى الصفحة، فمعناته أنا بكل بساطة راح أقدر ألف بشكل طبيعي أصابع يدي اليمين عشان تكون في اتجاه الـ into the page، الداخل إلى الصفحة. الآن إبهامي المفروض سوف يشير إلى اتجاه القوة، فحيكون عندي اتجاه القوة الـ FB في هذا الاتجاه اللي هو كتبت لك هو هنا upward للأعلى. طبعا ليه؟ لأنه هذا شحنة موجبة. لو جدلا قلت لك الشحنة سالبة حتكون الـ FB عكس اتجاه الإبهام، معناته حتكون للأسفل. طيب خلينا أغير لك المسألة شوية. لو أنا جيت قلت لك عندك نفس الشحنة والله قاعدة تروح من اليسار لليمين، لكن الآن أبغى المجال المغناطيسي يتجه upward، يعني أبغى المجال المغناطيسي يشع في اتجاه الأعلى. يشع في اتجاه الأعلى يعني تخيل الآن أنت قاعد في غرفتك وفي مجال مغناطيسي قاعد يطلع من الأرضية في اتجاه السقف، ومرت قدامك شحنة موجبة. كيف يكون اتجاه القوة المغناطيسية؟ نطبق الكلام مع بعض. أول شيء حفرد أصابع يدي اليمين في اتجاه هذه الشحنة، فطبيعي بديهيا ترى أول ما أجي أبغى أفرد يدي لا شعوريا حفرد يدي بهذا الشكل، لأنه أصابع حتكون متجهة في اتجاه الشحنة. لكن الإشكالية الآن لما أجي أبغى أحني أصابعي في اتجاه المجال، أصابعي ما تنحني في اتجاه السقف لو أنا حطيتها بهذا الوضع، فإيش أسوي؟ قال لك خلي بالك أنه أنت تقدر تلف ذراعك ككل، يعني تبرم ذراعك مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة مع الحفاظ على اتجاه أصابع يدك اليمين في نفس الاتجاه. يعني أنا ممكن أخلي أصابع يدي اليمين متجهة جهة اليمين، لكن أبرم يدي ككل، أبرم ذراعي بحيث أنه راحة يدي الآن صارت تشير إلى اتجاه السقف. في هذه الحالة أنا بكل بساطة ممكن أني أرفع أصابع يدي اليمين الآن في اتجاه هذا المجال المغناطيسي اللي متجه للأعلى، صحيح؟ الآن إبهامي المنفرد سوف يشير إلى اتجاه القوة المغناطيسية طالما أن الشحنة موجبة. الإبهام المنفرد في هذه الحالة فين حيكون؟ حيكون out of the page، في اتجاه الخارج من الصفحة. فبكذا يا أخوان حبيت أنا أعطيك هذه المسألة عشان أوريك أنه حتى أنت لما تكون مؤشر بيدك اليمين في اتجاه حركة هذه الشحنة، لا تنسى أنه أنا ممكن أحافظ على هذا الشرط متحقق، لكن في نفس الوقت ممكن أني ألعب بذراعي ككل، أحركها أبرم ذراعي في اتجاه عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة إلين ما أصابع يد اليمين تقدر أنها تنحني بشكل طبيعي زي ما الله خلقها في اتجاه المجال المغناطيسي. في هذه الحالة لما أوصل لهذه النقطة أطالع على إبهامي المفروض Q،
كيف اتجاهه عشان نحدد اتجاه هذه القوة المغناطيسية. إن شاء الله أنها تكون واضحة، لو ما هي واضحة يا شباب أسألوني ونرجع نعيدها بإذن الله تعالى. بعد كذا حننتقل إلى العنوان التالي اللي هو Magnetic Field Lines، خطوط المجال المغناطيسي. خطوط المجال المغناطيسي بكل بساطة نفس الكلام اللي قلناه في المجال الكهربائي. خلينا نفكركم إيش قلنا في المجال الكهربائي يا شباب. كنا نقول لو عندي شحنة معينة فأنا أمثل المجالات الكهربائية الناتجة من هذه الشحنة على شكل خطوط، ويكون اتجاه هذه الخطوط يشير إلى اتجاه المجال عند هذه النقاط. نفس الكلام حقول هنا في المجال المغناطيسي، إذا كان عندي مجال مغناطيسي فدائما نحن نمثله على شكل خطوط، اتجاه هذه الخطوط يكون في اتجاه المجال المغناطيسي. طيب أرجعك للمجال الكهربائي، إيش قلنا في المجال الكهربائي؟ قلنا لما يكون عندي عدد خطوط أكثر أو كثافة أكثر فهذه دلالة على أن المجال أقوى. هنا الكلام نفس الشيء، قال لك والله لو لقيت الخطوط حقت المجال المغناطيسي أكثر كثافة أو أكثر عدد أو أنها متقاربة من بعضها البعض فهذه دلالة على أن المجال المغناطيسي في هذه المنطقة أكبر من المنطقة التي تكون فيها عدد الخطوط أقل أو التباعد ما بين هذه الخطوط أكبر. يا سلام، معناته من ناحية المبدأ المجال الكهربائي أمثله بنفس طريقة المجال المغناطيسي. لكن شوف هنا عندنا في فروقات بسيطة. الفرق الأول في الشحنات الكهربائية، كان في عندي شحنة موجبة وشحنة سالبة. المجال المغناطيسي ما عندي شحنة موجبة مغناطيسية وشحنة سالبة مغناطيسية، لكن عندي ما أسميه أنا بالقطب الشمالي والقطب الجنوبي للمغناطيس. فأنا راح أقول لك في المجال الكهربائي كنا نشترط دائما أن المجال يخرج من الشحنة الموجبة ويدخل إلى الشحنة السالبة. في المغناطيس حأقول لك دائما وأبدا المجال المغناطيسي يخرج من القطب الموجب ويدخل إلى القطب السالب. جميل يا شباب، يصير ما ننسى هذه المعلومة، دائما وأبدا المجال يخرج من القطب الموجب ويدخل إلى القطب السالب. الفرق الثاني اللي بيتكلم عنه في المجالات المغناطيسية يقول لك إيش الفرق الأساسي ما بين دراسة الكهرباء ودراسة المغناطيسية، إنه أنا ترى لما كنت أتعامل مع الشحنات الكهربائية كان ممكن أخذ لي شحنة موجبة مستقلة وأدرسها لحالها، صحيح؟ وبرضو ممكن أخذ لي شحنة سالبة وأبدأ أشوف الخطوط حقتها وأبدأ أدرس مجالها وجهدها وبقية الخواص الفيزيائية حقتها بشكل مستقل عن الشحنة الموجبة. لكن هذا الكلام غير متاح لما أجي أدرس المغناطيسية، بمعنى عمرك ما تقدر تفصل القطب الشمالي عن القطب الجنوبي مهما حاولت. فأنت لو رحت مثلا المكتبة الآن واشتريت مغناطيس بهذا الشكل وقلت خليني أفصل القطب الشمالي عن القطب الجنوبي، قمت رحت أخذت لك منشار وقصيت هذا المغناطيس من النص، إيش راح تحصل؟ راح تحصل إنه الآن صار عندك فيه قطعتين. أول ما تقص هذين القطعتين مباشرة تحصل كل قطعة تكون لها قطب شمالي وقطب جنوبي. مهما حاولت تقص في هذا المغناطيس كل قطعة جديدة يتكون لها قطب شمالي وقطب جنوبي. لو أخذت هذا المغناطيس وطحنته أو ضربته بالشاكوش إلى ما تفتت، فتأكد إنه كل قطعة من هذا الفتات سوف يكون لها قطب شمالي وقطب جنوبي. طيب ليه؟ خلينا أفكرك، قبل شوية قلنا إحنا في بداية المحاضرة إنه أساساً هذا المغناطيس ليش صار مغناطيس؟ لأنه الذرات حقته مترتبة بهذا الشكل، مزبوط؟ فأنا ممكن للتبسيط أعتبر إنه رأس السهم شمال وذيل السهم جنوب، فتكون عندي هنا شمال وهنا جنوب. طيب لما أنا أجي أقص المغناطيس هذا من النص ما زالت هذه الذرات مرصوصة بنفس الاتجاه، فرأس السهم راح يعطيني شمال وذيل السهم راح يعطيني جنوب، والكلام هذا متحقق بغض النظر أنا كيف قاعد أقص أو قاعد أفتت هذا المغناطيس. دائما وأبدا ححصل إنه في جزء شمالي وجزء جنوبي. إيش تأثير هذا الكلام على خطوط المجال المغناطيسي؟ قال لك التأثير إنه طالما إحنا اتفقنا المجال المغناطيسي يخرج من القطب الموجب أو عفوا القطب الشمالي
ويدخل إلى القطب الجنوبي، معناته في الحقيقة هذا الخط سوف يكون عبارة عن مسار مغلق. لذلك قلنا هنا the lines form، هذه الخطوط تشكل مسارات مغلقة. بينما لما أنا كنت أتكلم عن الشحنات الكهربائية، لو جبت لك شحنة موجبة الخطوط حقتها حتطلع منها وتمتد إلى اللانهاية. لو كان في جنبها شحنة سالبة، أوكي، ممكن أنها في هذه الحالة تحديدا تسوي لي مسار مغلق. لكن أنا ممكن أني أفصل هذه الشحنة لحالها وتعامل معها، فالخطوط هذه حتطلع من الشحنة والله أعلم فين تروح، حتتجي ما لا نهاية. في المغناطيس ما تقدر تسوي زي كذا، حتما الخط اللي يطلع من الشمال حيحصل جنوب يدخل فيه، فدائما وابدا حتحصل خطوط المجالات المغناطيسية عبارة عن مسارات مغلقة. فيصير هذه الفروق ما بين خطوط المجال المغناطيسي وخطوط المجال الكهربائي. في النهاية احنا كنا نقول في الشحنات الكهربائية، الشحنات المختلفة تتجاذب والشحنات المتشابهة تتنافر. حنقول نفس الكلام هنا، لكن بدل الشحنات حنتكلم عن البولز اللي هي الأقطاب. فنقول الأقطاب المتشابهة تتنافر والأقطاب المختلفة تتجاذب. بعدين حننتقل على أول مثال عندنا، حنبدأ نحل هذا المثال. استدقيق كده عن إذنكم. هذا المثال يا شباب نترجمه مع بعض كده بسرعة. بيقول لي a uniform magnetic field، افترض أن هناك مجال مغناطيسي منتظم with a magnitude كان مقداره بهذا القدر، is directed وكان متجها vertically upward يعني عموديا للأعلى throughout خلال a volume of a laboratory chamber خلال حجرة في معمل، يعني خلال غرفة معينة. A proton وكان هناك بروتون with kinetic energy بطاقة حركية قدرها 5.3 ميجا إلكترون فولت. Enters دخل أو يدخل هذا البروتون to the chamber إلى هذه القاعة أو هذه الغرفة. Moving horizontally يعني يتحرك بشكل أفقي. From south to north من الجنوب إلى الشمال. What magnetic deflecting force كم مقدار القوة المغناطيسية acts المؤثرة on the proton على هذا البروتون as it enters the chamber عند دخوله إلى هذه القاعة أو إلى هذه الغرفة. وبعدين في الأخير أعطاني كتلة البروتون بهذا القدر وقال لي أهمل المجال المغناطيسي للكرة الأرضية. احنا عارفين انه الكرة الارضية فيها مجال مغناطيسي معين، وهذا المجال المغناطيسي هو اللي يخلي ابرة البوصلة تتجه جهة الشمال دائما. وهنا في هذه المسألة عشان يريحك يقول لك اهمل المجال حق الكرة الارضية وركز فقط انه انت الان في الغرفة اللي قاعد فيها مثلا عندك مجال مغناطيسي بهذا القدر ويتجه عموديا للاعلى، يعني قاعد يشيع من الارض ويطلع جهة السقف. تخيل الان عندك فيه بروتون قاعد يتحرك بطاقة حركية معينة متجها من الجنوب إلى الشمال بشكل أفقي. أوجد لي مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة على هذا البروتون. فيصير ببساطة شديدة هو بيقول لي استخدم هذه القاعدة وهذا القانون عشان توجد لي مقدار هذه القوة المغناطيسية المؤثرة على هذا البروتون. قبل ما أبدأ حل هذه المسألة، بس هنا في كلمة أبغى أنبهك عليها. لاحظ معايا هنا إيش قال لي؟ قال لي deflecting force. كلمة deflecting بالإنجليزي يعني المسبب للانحناء أو المسبب للانحراف. إيش معنات هذا الكلام يا شباب؟ إحنا قبل شوية اتفقنا مع بعض أنه دائما وأبدا القوة المغناطيسية لابد أن تكون عمودية على متجه السرعة. أي قوة عمودية على متجه السرعة سوف تسبب انحناء في المسار. خليني أعطيك مثال بسيط. تخيل الآن أنت قاعد تمشي في خط مستقيم بسرعة معينة قدرها V، وجاء واحد من زملائك وأثر عليك بقوة عمودية على اتجاهك سواء دفك أو سحبك، إيش راح يصير فيك؟ حتقول لي والله في هذه الحالة نمسح هذا السهم بس عشان تتوضح،
لو انه جاء زميلي ودفني هو ما راح يوقفني، لكن في الحقيقة انا راح اضطر اني امشي في مسار منحني. نفس الكلام لو جاء دفني من اسفل فانا راح امشي في مسار منحني للاعلى. نفس الكلام هنا ينطبق على هذه الشحنات، طالما انا عندي الشحنة تتحرك بسرعة معينة وحتكون هنا في عندي القوة المغناطيسية المؤثرة عليها عمودية على اتجاه السرعة، فحتما مسار هذه الشحنة لن يكون خط مستقيم، إنما سيبدأ بالانحناء. وفي الحقيقة هو مو بس انحناء، الشحنة راح تتحرك في مسار دائري، لأنه شرط تعامد القوة على السرعة شرط دائم لا يتوقف. فمعناته حتى لما الشحنة تنحني شوية القوة حتعدي من اتجاهها عشان تبقى عمودية عليها. ايش تلاحظ هنا؟ تلاحظ انه دائما القوة حتكون عمودية على مسار الشحنة، فالمسار في حقيقة الامر حيكمل طريقه وحيصير على شكل دائرة. فمعناته دائما وابدا خلي في بالك من هذه اللحظة الى ما لا نهاية عمرك ما راح تحصل شحنة تتحرك جوة مجال مغناطيسي في خط مستقيم. هذا الشيء مستحيل فيزيائي. دائما وابدا الشحنات الكهربائيه سوف تتحرك داخل المجالات المغناطيسيه بمسار دائري او مسار منحني، خلينا نقول اذا ما تبغى تتكلم عن الدوائر. عشان كذا لو جيت لقيت ان كلمه ديفلكتنج لا تلخبطك، هو في الحقيقه بيقول لك وات از ذا ماجنتيك فورس، لانه كل ماجنتيك فورس في الدنيا حتكون ديفلكتنج، حتكون مسبب للانحناء. تمام؟ طيب الان نرجع للمساله حقتنا. يبغاني أجيب القوة المغناطيسية المؤثرة على هذه الشحنة. نشوف إيش المعطيات اللي عندي في السؤال. والله قال لي بروتون، معناته أنا عارف شحنة البروتون فالكيو هذه موجودة. أعطاني قيمة المجال المغناطيسي في السؤال ب 1.2 ملي تسلا. معناته عشان أحل هذه المسألة أحتاج إني أجيب قيمة سرعة البروتون والزاوية ما بين السرعة والمجال. هل أعطاني سرعة البروتون؟ لا والله ما أعطاني سرعة البروتون، لكن في المقابل أعطاني الطاقة الحركية. ممكن أطلع السرعة من معادلة الطاقة الحركية زي ما احنا عارفين، لكن هنا لاحظ معايا ملاحظة. لما جاء أعطاني الطاقة أعطاني هي بوحدات الإلكترون فولت، وأنا متعود دائما أتعامل مع الطاقة بوحدات الجول. إيش هي الإلكترون فولت؟ الإلكترون فولت وحدة من وحدات الطاقة، وقد تكلمنا عليها سابقا لما أخذنا الطاقة الكامنة الكهربائية. لو تفتكر معايا قلت لك ترى في وحدة من وحدات الطاقة يسموها الإلكترون فولت، وهي وحدة صغيرة جدا نستخدمها مع الجسيمات الصغيرة. وقلنا برضو في المحاضرة هذيك إنه لما أنا أجي أبغى أحول الطاقة من الإلكترون فولت إلى الجول أضرب في 1.6 في 10^-19. فاكرين الكلام ده يا إخوان؟ ممكن أنكم ترجعوا له في التشابترز السابقة اللي درسناها. فهذا اللي راح اسويه الان بكل بساطه. اول شيء حاحرص اني اوجد قيمه هذه السرعه. عشان اوجد قيمه السرعه لابد اني احول الكاينتك انرجي من هذه الوحده الجديده علي الى الوحده اللي انا اعرفها طول حياتي اللي هي الجول. كيف احول؟ خطوه خطوه. 5.3 ميجا الكترون فولت راح اشيل الميجا واحط بدالها قيمتها اللي هو 10^6 بالموجب. الالكترون فولت عشان احوله للجول حأضرب في معامل التحويل هذا، فبالفعل ضربت هذا الرقم في معامل التحويل طلع لي هذا المقدار من الطاقة بوحدات الجول. الخطوة اللي بعدها أنا عارف إنه الطاقة الحركية هي نصف الكتلة في مربع السرعة. أنا أبغى أجيب هذه السرعة، فراح أرتب المعادلة هذه. الاثنين تروح في البسط، الام تروح الجهة الأخرى في المقام، يطلع لي هذا الشكل. أنا بتخلص من التربيع، فأخذ الجذر التربيعي للطرفين، فيصير عندي سرعة تساوي الجذر التربيعي لضعف الطاقة على الكتلة. الآن تعويض مباشر، الطاقة أوجدتها من هنا، الكتلة معطاة في السؤال من هنا، عوض عنهم فيطلع لي سرعة هذا البروتون بوحدات المتر لكل ثانية زي ما أنا متعود. طيب جميل، الآن انتهيت من السرعة، باقي لي الزاوية. قلنا الزاوية هنا لازم تشوف انت بتتعامل مع اي متجه مع اي متجه. يعني انا الان بجيب الزاوية ما بين السرعة والمجال. تعال طالع لي في هذا الرسمة البسيطة اللي رسمتها لك هي. انا كده جدلا من عندي افترضت ان الجنوب في اليسار والشمال اليمين. انت ممكن تفترض العكس ما تفرق. ف
فأنا راح أقول لك الآن البروتون كان يتحرك بشكل أفقي من الجنوب إلى الشمال، المجال المغناطيسي كان عموديا للأعلى، يعني كانه طالع من الأرض ورايح جهة السقف زي ما قلت لك. فحتما في هذه الحالة الزاوية ما بين السرعة وما بين المجال حتكون 90. لذلك لما جيت كتبت لك هذه المعادلة من جديد اللي راح أشتغل عليها، شلت هذه الزاوية حطيت بدالها 90. ساين 90 يساوي الواحد الصحيح، هذا كله حيساوي واحد، إذا حتختفي. إيش يبقى لي؟ حيبقى لي كيو في بي، تعود مباشر بشحنة البروتون في السرعة اللي طلعتها في المجال المغناطيسي. ولاحظ أني لازم أحول من الملي تسلا إلى التسلا، حيطلع لي هذا المقدار من القوة المغناطيسية المؤثرة على هذا البروتون. كيف أجيب باتجاه هذه القوة؟ باستخدام قاعدة اليد اليمنى. هيا خلينا نطبقها مع بعض يا شباب. قلنا أول شيء نحط أصابع يدنا اليمين في اتجاه السرعة. الآن نفترض أن السرعة جاية من اليسار لليمين، فراح أفرد أصابع يد اليمين جهة اليمين. المجال المغناطيسي عموديا للأعلى، فكيف أحني أصابعي في اتجاه السقف؟ لازم أبرم ذراعي عشان راحتي تصير في اتجاه السقف، بعد كذا أحني أصابعي في اتجاه المجال. جميل؟ طيب الآن إبهامك المفروض فين قاعد يأشر؟ هتقول لي والله إبهامي المفروض قاعد يأشر خارج من الصفحة. لو هذا الجنوب وهذا الشمال، معناته الاتجاه الخارج من الصفحة حيكون الشرق. لذلك تلاحظ هنا كتبت لك إنه الدايركشن is to the east، في اتجاه الشرق. ممكن يجي طالب يقول لك طيب أنا أبغى أعكس، ما أبغى الجنوب هنا والشمال هنا، لو عكست هل تطلع معي نفس النتيجة؟ يقول لك نعم تطلع معك نفس النتيجة. خلينا أحلل لك هي كذا بشكل سريع. لو جاء طالب من الطلاب قال لك يا أخي أنا أبغى الساوث هنا وأبغى النورث هنا، معناته البروتون كان قاعد يتحرك عندي في هذا الاتجاه، ما زال المجال المغناطيسي يتجه عموديا للأعلى. هيتعال معايا طبق قاعدة اليد اليمنى، حأفرد أصابع يد اليمين في اتجاه اليسار اللي هو اتجاه السرعة. طيب عشان أنا أحني أصابعي في اتجاه السقف إيش حيسوي؟ حأبرم يدي مع عقارب الساعة إلين ما راحت يدي توصل أو تصير مواجهة للسقف، بعد كذا حقدر أحني أصابعي في اتجاه المجال. الآن إبهامك فين يشير؟ حتقول والله إبهامي يشير إلى اتجاه اللي هو into the page، داخل إلى الصفحة. لكن لاحظ في هذه الحالة إذا عندي هذا الجنوب وهذا الشمال، معناته الاتجاه اللي داخل على الصفحة حيكون شرق، فراح تحصل إنه أيضا الدايركشن حيكون to the east، في اتجاه الشرق. فهنا بس أبغى أثبت لك سواء استخدمت الجنوب أو الشمال في أي اتجاه من الاتجاهات زي ما تبغى، دائما حتحصل الناتج في هذه المسألة حتكون القوة في اتجاه الشرق. وللتأكيد احنا ليش أخذنا اتجاه إبهامنا مباشرة؟ لأن احنا بنتكلم عن بروتون، والبروتون عبارة عن شحنة موجبة زي ما احنا عارفين. لو بدل البروتون كان عندي إلكترون، كنت دائما حاخذ الاتجاه المعاكس لاتجاه إبهامي واعتبر انه هذا هو اتجاه القوة. طيب الآن حننتقل على العنوان اللي بعده، وشوفوا العنوان ايش بيقول لي. Circulating charged particle. Circulating يعني حركة دورانية أو حركة دائرية، من كلمة سيركل يعني دائرة. فيصير العنوان ككل لمن أجي أترجمه Circulating charged particle يعني الجسم المشحون الذي يتحرك حركة دائرية. إيش بيقصد لي هنا؟ عشان أقول لك إيش بيقصد لي هنا، خليني أرجعك خطوة للمسألة اللي دوب حليتها قبل ثواني. فاكرين في هذه المسألة إيش قلنا يا شباب؟ قلنا دائما القوة المغناطيسية تسبب انحناء في مسار الشحنات، فبالتالي الشحنات بدل ما تمشي في خط مستقيم في الحقيقة هي راح تتحرك في دوائر. فهو هنا بيقول لي جميل، هل ممكن تدرس لي هذا الموضوع بشكل أعمق شوية؟ إنه لمن الشحنات تتحرك في دوائر داخل المجال المغناطيسي، هل ممكن إني أطلع معلومات فيزيائية إضافية؟ أقول لك نعم. والشيء بالشيء يذكر، أعطيك كذا معلومة على الجنب بس عشان تعرف قديش الكلام هذا مهم. الفيزياء النووية والهندسة النووية والعلوم النووية هذه كلها يا شباب لما جو يدرسوها
واحدة من الأركان اللي استخدموها المعادلات اللي راح نكتبها الآن في هذا الموضوع. ليه؟ لأنه أساساً لو نجي نفكر مع بعض، هم لما كانوا بيدرسوا الهندسة النووية والفيزياء النووية إيش كانوا بيدرسوا؟ ترى كانوا بيدرسوا بكل بساطة تركيب النواة. يعني أنا عارف إن الذرة عبارة عن نواة موجبة وحولها إلكترونات سالبة، فكانوا الناس عندهم فضول وشوفوا طيب هذه النواة إيش في جوتها؟ فزيها زي أي جسم ثاني في الدنيا، أنت لما يكون عندك جسم مغلق تبغى تشوف إيش في جوته إيش تسوي؟ حتروح تفتح هذا الجسم أو تكسر قشرته الخارجية عشان تشوف إيش التركيبات الداخلية اللي موجودة جوته. وهذا بالفعل اللي كانوا يسووه في البداية، وعن طريقه طلعوا الطاقة النووية وطلعوا التطبيقات السلمية حقت التعقيم، طلعوا التطبيقات حقت الطب النووي. كل الكلام كان أساساً بادئ من الفكرة البسيطة الآتية، إنهم كانوا يأخذوا نواة كبيرة شوية، نواة غير مستقرة زي مثلاً نواة اليورانيوم. إحنا عارفين النواة هذه في جوتها مكونات، نبغى نشوف إيش هذه المكونات. فإيش كانوا يسووا؟ يأخذ لك جزيء صغير، بروتون أو نيوترون أو اللي يكون، يعني كتلة صغيرة، ويبدأ يعجل أو يزيد من سرعة هذا الجسيم. عشان كده تلاحظوا أنه في مسمى حق المعجلات النووية أو المسارعات النووية، ما كان يأخذ هذه الجسيمات ويحاول أنه يزيد طاقتها الحركية عن طريق زيادة سرعتها. فتعال تخيل معي الآن، أنت قاعد تسرع 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 في هذا الجسيم إلي ما يوصل لسرعة عالية جدا، بعدين فجأة تخليه ينفلت ويروح ويضرب في هذه النواة اللي هي أصلا غير مستقرة، هي تبغى أي شيء عشان تتفتت. ففعليا هذا الجسم ينطلق بسرعة مهولة ويضرب في هذه النواة بحيث أنه يفتتها ويخليها تطير في كل جهة، يعني يخلي محتوياتها تتناثر في كل مكان، كأنك أخذت لك قزازة ورميتها بحجر. فبهذه الطريقة قدروا أنهم يكسروا النواة ويطلعوا إيش في جوتها. قام جاء واحد، جاء فكرة ذكية، قال لك طيب إيش رأيك بدل ما أخلي النواة محطوطة وهذا الجسيم يجي يضربها، ليش ما أسلط مجال مغناطيسي مثلا في هذا الاتجاه على هذه النواة؟ إيش الفائدة لما أسلط المجال المغناطيسي؟ قال لك بدل ما هذه المحتويات الداخلية للنواة تتناثر في كل مكان لما أجي أكسرها، حتطلع هذه المحتويات وهذا الفتات الصغير اللي طلع من جوة النواة، إذا كان له شحنة بدل ما يمشي في خط مستقيم راح يمشي في دوائر. فأنا راح أجمع هذا الفتات كله في منطقة محصورة وأخليها كلها تتحرك في دوائر معينة، بالتالي حتكون عندي فرصة أكبر أني أدرس هذه المواد وهذه المكونات الداخلية للنواة وأشوف إيش خصائصها الفيزيائية. وبالفعل هذا اللي سووه، صاروا يسلطوا مجال مغناطيسي يفتت النواة، محتويات النواة تبدأ تتناثر ولكنها متحركة في دوائر مستمرة. جو درسوا نصف القطر حق هذا المسار الدائري وربطوه ببقية الخواص الفيزيائية عن طريق هذه المعادلة. يعني لو أجي أرجعك الآن للشغل حقنا، أقول لك لو كان عندك جدلا شحنة معينة اسمها كيو، وهذه الشحنة قاعدة تتحرك في مسار دائري لأنها موجودة داخل مجال مغناطيسي، ولو أنا جيت أفترضت لك أنه هذه المسافة تمثل نصف قطر هذا المسار الدائري، فإن المسار الدائري لهذه الشحنة يعتمد على كتلتها، على كتلة هذه الشحنة وعلى سرعتها وعلى مقدار الشحنة الكهربائية والمجال المغناطيسي المسلط على هذه الشحنة عن طريق هذه المعادلة. لذلك كتبت لك هنا في هذه الجملة البسيطة، إذا كان لدينا شحنة كيو تتحرك داخل مجال مغناطيسي بسرعة قدرها V، بحيث كانت هذه السرعة perpendicular عمودية على المجال المغناطيسي، إيش يصير في هذه الحالة؟ الشحنة Q سوف تتحرك in a circular path في مسار دائري. أفترض أنه نصف قطر هذا المسار الدائري R small، وربطت لك الـ R small الآن ببقية الخواص الفيزيائية لهذه الشحنة. فبالتالي أنا ممكن أجيب لك مسألة وأقول لك والله عندك إلكترون يتحرك بسرعة قدرها خلنا نقول 100 كيلو متر في الساعة داخل مجال مغناطيسي قدره 5 تسلا. أحسب لي مقدار نصف القطر، أنت عارف كتلة الإلكترون وشحنته، أعطيتك سرعته والمجال المغناطيسي، حتقدر تحسب لي نصف القطر حق المسار الدائري الذي يتحرك خلاله هذا الإلكترون.
أو بالعكس أعطيك نصف الفطر والكتلة والسرعة وأطلب الشحنة وهكذا. في الفيزياء يا شباب أي حركة مثيرة نعاملها بطريقة مختلفة شوية. هل هذه الحركة حقت هذه الشحنة حتكون متكررة؟ حيقول لك نعم متكررة، لأنه هذه الشحنة في الحقيقة لما تبدأ تتحرك حتأخذ لها لفة وحتوصل هنا عند نقطة البداية، بعدين حترجع تأخذ لفة وترجع لنقطة البداية. فبالتالي في الحقيقة أنا لما أجي أطالع على هذه الشحنة أحصلها قاعدة تتحرك بنفس الشكل لكن بتكرار. وأي شيء متكرر في الفيزياء يا شباب يحسبوا له غالبا حاجتين، حاجة يسموها الفريكوينسي يعني التردد، وحاجة يسموها البيريود اللي هو الزمن الدوري. أنا أكتب لك الترجمة حقتها، الزمن الدوري والفريكوينسي زي ما أنتم عارفين اللي هو التردد. إيش المعنى الفيزيائي لهاتين الكميتين؟ أقول لك خلينا نرسم لك من جديد. أفترض معايا إنه عندك الآن شحنة معينة، وهذه الشحنة كيو كانت قاعدة تتحرك في المسار الدائري بشكل متكرر زي ما اتفقنا قبل شوية. يعرف التردد بأنه the number of revolutions عدد الدورات in unit time في وحدة الزمن يعني في الثانية الواحدة. بمعنى لما أجي هنا أقول لك والله عندي هذه الشحنة كانت تلف لفة واحدة في الثانية الواحدة، كم ترددها؟ حتقول لي عدد الدورات في الثانية دورة واحدة، إذن التردد حقها حيكون بواحد هيرتز، هيرتز اللي هو وحدات التردد. طيب لو جيت قلت لك والله هذه الشحنة تلف خمس لفات الثانية، فحيكون عندي التردد في هذه الحالة بخمسة هيرتز يعني خمسة دورات كاملة في الثانية الواحدة. تمام يا شباب؟ فصير بكل بساطة أجي أشوف هذه الشحنة كم لفة بتلف في الثانية الواحدة، وهذا ما أنا أسميه بالتردد وأدي له وحدات الهيرتز. طيب إيش هو الزمن الدوري؟ الزمن الدوري عرف لي هو هنا بأنه time الوقت for one full revolution الوقت اللازم لإكمال دورة واحدة كاملة. تمام؟ إيش يعني هذا الكلام؟ يعني لو أجي أنا أشوف هذه الشحنة عملت لفة كاملة في كم من الزمن؟ هذه الفترة الزمنية هي T. فلو جيت مثلا قلت لك والله عندك هذه الشحنة بتستغرق خلينا نقول 5 ثواني عشان تلف لفة واحدة، ففي هذه الحالة T حتساوي 5 ثواني. خليني الآن أعطيك علاقة بسيطة تربط لك الفريكونسي مع الزمن الدوري أو مع البيريود. خذ المثال الآتي، لو أنا جيت قلت لك والله عندك هذه الشحنة قاعدة تسوي لفتين في الثانية الواحدة، معناته مباشرة أنت حتقول لي والله الفريكونسي حقها بيساوي 2 هيرتز، صح؟ لأن عملت لفتين في ثانية واحدة. طيب نفس هذه الشحنة لو قلت لك اللفة الواحدة حقتها كم تستغرق؟ حتقول لي والله منطقيا طالما هي عملت لفتين في ثانية معناته اللفة الواحدة استغرقت نص ثانية، فبالتالي حسب التعريف اللي أنا قلته حقول لك والله تي في هذه الحالة تساوي نصف سكند. إيش تلاحظ العلاقة بين الإف وبين التي؟ نلاحظ أنه التردد هو مقلوب الزمن الدوري والزمن الدوري هو مقلوب التردد، والكلام هذا صحيح لأي حالة تأخذها. لو أنا جيت قلت لك هذه الشحنة بتسوي خمسة لفات في الثانية إذا ترددها خمسة هيرتز، واللفة الواحدة حتستغرق خمس ثانية اللي هو مقلوب التردد. لذلك تلاحظ هنا أن حطيت لك الإف هي في الحقيقة مقلوب الواحد على البيريود أو الزمن الدوري. أعطاني هو البيريود في الكتاب بهذه الصيغة اللي هو 2 باي، الباي 3.14 زي ما احنا عارفين، M تمثل كتلة الشحنة، والكي والبي بنفس القيمة اللي احنا عارفينها. إذا الإف مقلوب التردد معناته الإف رياضيا حاقلب الوسط مقام والمقام بسط تعطيني هذا الشكل. في نوع آخر من التردد يا أخوان يسموه الأنجولر فريكونسي اللي هو بالعربي يسموه التردد الزاوي، زاوي من كلمة زاوية من كلمة أنجل. إيش يعني التردد الزاوي؟ يعني يقول لك الآن لو أنا جيت وقلت لك خليني أرجع لهذه المسألة أو لهذا المثال اللي كنت أتكلم عنه، وجيت قلت لك أفترض معايا إنه والله هذه الشحنة تحركت وعملت دورة واحدة في الثانية، فمعناته حتقول لي ترددها بواحد هيرتز. فجاء واحد قال لك طيب ايش رايك خلينا نتخيل انه في عندي خط وهمي
واصل ما بين مركز هذا المسار وما بين هذه الشحنة. لما الشحنة هذه تأخذ لفة واحدة، معناته هذا الخط في الحقيقة قاعد يقطع زاوية معينة أو قاعد يمسح زاوية معينة. كم مقدار الزاوية اللي راح يقطعها أو يمسحها هذا الخط الوهمي لما هذه الشحنة تعمل دورة واحدة؟ حقول لك والله حيقطع الزاوية الكاملة للدائرة اللي هي بالراديان، أنا أحسبها ب 2 باي، صحيح؟ هذه زاوية الدائرة الكاملة. فقال لك طيب إيش رأيك بدل ما نحط التردد بوحدات الهيرتز نحطها بمقدار الزاوية التي تقطعها هذه الشحنة عند حركتها، فبالتالي الواحد هيرتز يساوي كزاوية 2 باي. بمعنى لو إنه هذه الشحنة عملت لي دورتين حيكون التردد حقها ب 2 هيرتز، ومقدار الزاوية اللي لفتها وقطعتها حتكون كم؟ حتقول لي والله دورتين والدورة ب 2 باي معناته مقدار الزاوية حقتها 4 باي. فالآن تلاحظ إنه أنا ممكن أوصف التردد بطريقتين، إما بوحدات هيرتز أو بوحدات الراديان. إذا جيت أنت تبغى توصف التردد حقك بوحدات الراديان يصير بدل الإف تستخدم ما أنا أسميه الأوميجا اللي هو التردد الزاوي. وحسب هذا النقاش البسيط اللي سويت لك هو إحنا اكتشفنا إنه الأوميجا هو عدد الدورات يعني الفريكونسي مضروب في الزاوية حقة الدائرة الكاملة اللي هي 2 باي. فيصير أنا أعرف التردد الزاوي بأنه 2 باي مضروب في الفريكونسي. لما أضرب 2 باي في هذه المعادلة اللي توصف لي الفريكونسي راح أحصل على هذه الصيغة. فيصير كيف تجيك المسائل؟ أنا المسائل بكل بساطة أنا حأعطيك شحنة معينة لها كتلة معلومة موجودة داخل مجال مغناطيسي وأقول لك أحسب لي الزمن الدوري والتردد والتردد الزاوي أو الأنجولر فريكونسي وهكذا، مجرد أنك تعوض فيها تعوض مباشر زي ما حنشوف في التوتوريال بإذن الله تعالى. هنا في هذا السلايد يا شباب بس كده كتب لي شوية معلومات، يعني حط لي الأربع معادلات هذه اللي دوب درستها وبدأ يتكلم عنها عشان يبغى يربط لك الرياضيات بالفيزياء. فمثلا إيش قال لك؟ قال لك تعال أنا أكد لك هنا إنه البيريود والفريكونسي والانجولر فريكونسي لا تعتمد على السرعة. كيف عرفت هذه المعلومة؟ رياضيا لما أجي أطالع في التي والإف والأوميجا الأطراف اليمين لهذه المعادلات كلها لا توجد فيها سرعة، فبالتالي تردد الجسم أو تردد الشحنة وزمنها الدوري لا يعتمد على سرعتها. بينما قال لي هنا إن نصف القطر حق المسار الدائري يتناسب طرديا مع السرعة، يعني أنت لو جيت أخذت لك شحنتين متماثلتين تماما، واحدة رميتها ببطء جوة المجال المغناطيسي واحدة رميتها بسرعة كبيرة، حتحصل أن الشحنة إلا سرعتها منخفضة راح تدور في مدار دائرة صغير، بينما الشحنة إلا سرعتها مرتفعة راح تتحرك في مدار دائري واسع. تمام؟ لذلك الواحد هنا ممكن يقول لك جميل هذا كلام منطقي، لأنه لو جيت فكرت فيها حقول لك يا أخي المفروض أنه أنا لما أجي أرمي شحنة بسرعة عالية داخل مجال مغناطيسي التردد حقها يزيد، يعني حتسوي لي لفات أكثر في الثانية الواحدة، فكيف تقول لي هنا أن التردد حقها ما راح يزيد؟ حقول لك نعم التردد راح يزيد، لأن الحقيقة زيادة سرعة الشحنة يؤدي إلى زيادة مسارها، راح تقطع مسافة أكبر، معناته ما راح تلف أسرع، راح تتحرك بشكل أسرع في مسار أوسع، فعدد اللفات اللي تسويها الشحنة السريعة نفس عدد اللفات اللي تسويها الشحنة البطيئة، اللهم أن الفرق يكون في حجم المسار إلا هم بيقطعوا. فكلما زادت كتلة الشحنة زاد قطر المسار، كلما زاد سرعة الشحنة كلما زاد قطر المسار. وبعد يكمل بدأ يتكلم في هذا الموضوع، يعني من ضمن الكلام اللي قال اللي أتكلم عنه في حاجة في الفيزياء كده مشهورة يسموها charge to mass ratio اللي هو حاصل قسمة الكتلة على الشحنة أو الشحنة على الكتلة اللي هي طلعت لي هنا في البيريود، هذه يسموها charge to mass ratio معدل الكتلة على الشحنة أو mass to charge ratio معدل الكتلة الشحنة على الكتلة والكتلة على الشحنة كلاهما بنفس المعنى.
فهون ايش بيقول لي؟ بيقول لي والله شوف لو اخذت لك الان شحنتين بكتلتين مختلفتين، يعني عندك جسمين مشحونين كل جسم له كتله تختلف عن الاخرى ولو شحنه تختلف عن الاخرى، لكن في كلتا الحالتين لما انت جيت اخذت معدل الكتله على الشحنه لقيت انه هذه الكميه متساويه للجسمين. لو رميت هذين الجسمين داخل مجال مغناطيسي فان زمن الدوري لهما سوف يكون متساوي على الرغم من اختلاف كتلتهم وشحناتهم طالما انه الريشيو حقهم او المعدلهم واحد. في الاخير هنا برضو كان بيعلق على موضوع الرايت هاند رول، فبيقول لك الان لو انت كنت بتطالع في اتجاه المجال المغناطيسي، يعني افترض معي جدلا عشان افهمك ايش اقصد بهذه الجمله، تخيل انه في مجال مغناطيسي قاعد يشيع من عيونك، عيونك قاعد تصدر مجال مغناطيسي، وجيت انت طالعت على شحنه قاعده تتحرك في هذا الاتجاه. حسب قاعدة اليمنى لو هذه الشحنة موجبة هتحصلها تتحرك عكس عقارب الساعة، بينما لو هذه الشحنة السالبة هتتحرك عكس عقارب الساعة. وممكن انك تطبق قاعدة اليد اليمنى عشان تثبت هذا الكلام. والشيء بالشيء يذكر، هذه برضو من الأشياء اللي ممكن انك تستخدمها بكرة النهار عشان تفصل ما بين الأجسام المشحونة بشحنة موجبة والأجسام المشحونة بشحنة سالبة. ممكن تسلط عليها مجال مغناطيسي وتخليها تتحرك، فبالتالي هتحسن الشيء اللي مشحون بشحنة موجبة راح يطلع لفوق والأجسام المشحونة بشحنة سالبة راح تنزل لأسفل، فبالتالي ممكن تسوي عملية فلترة أو عملية خلينا نقول تصنيف لهذه المواد بناء على شحناتها. فالشاهد أنه هنا بس أعطاني كذا شوية معلومات بيحاول أنه يربط لك ما بين كيف هذه الشحنات تتصرف في الطبيعة بناء على هذه المعادلات الرياضية. في العنوان الأخير عندنا في هذا الشابتر يا إخوان بيقول لي magnetic force القوة الكهربائية on a current carrying wire، يعني المؤثرة على سلك يحمل تيار. إيش بيقصد هنا؟ عشان أقول لك إيش بيقصد هنا خليني أرجعك لكلام اللي دوبه قلناه. إحنا اتفقنا قبل شوية إنه لما يكون في عندي شحنة كهربائية تتحرك داخل مجال مغناطيسي فهذه الشحنة الكهربائية سوف تتأثر بقوة مغناطيسية. فجاء قال طيب إيش رأيك بدل ما أنا أجي أرمي لك شحنة واحدة كذا الحالة تتحرك جوة المجال المغناطيسي وأدرس القوة المؤثرة عليها، خليني أخذ سلك يمر فيه تيار قدره آي وراح أسلط على هذا السلك مجال مغناطيسي في اتجاه معين. التيار هذا عبارة عن إيش؟ التيار هذا في الحقيقة عبارة عن سيل من الإلكترونات، سيل من الشحنات خلينا نقول. معناته كل واحدة من الشحنات الحرة اللي قاعدة تتحرك جوة السلك أنا ممكن أعتبرها عبارة عن شحنة تتحرك داخل مجال مغناطيسي، فبالتالي راح تتأثر بقوة مغناطيسية. إذا هذا السلك اللي فيه له مليارات المليارات من هذه الشحنات وكل واحدة من هذه الشحنات راح تتأثر بقوة، معناته أنا ممكن أقول لك إجمالاً هذا السلك الذي يحمل تيار إذا وضعته داخل مجال مغناطيسي فإنه كله هو على بعض راح يتأثر بقوة مغناطيسية. والكلام هذا صحيح، لو تدخل اليوتيوب تكتب هذا العنوان حتحصل فيه تجارب كثيرة سووها في المعامل، يعني يجيبوا لك سلك ويحطوا مغناطيس جنبه على أساس أنه يكون مسلط عليه مجال مغناطيسي، وتلاحظ أنه في المعمل أول ما يمرر التيار في هذا السلك السلك ينط جهة اليمين أو جهة اليسار. ليه؟ لأنه أول ما تحركت فيه شحنات تأثر بالقوة المغناطيسية فالاستجابة لهذه القوة وتحرك من مكانه. فيصير ملخص هذا الكلام نقول إذا وضعنا سلك يحمل تيار داخل مجال مغناطيسي فإن هذا السلك سوف يتأثر بقوة مغناطيسية. وهذه هي الجملة اللي كتبت لك هي هنا. If a wire of length L، إذا كان لدينا سلك طوله L يحمل تيار قدره I immersed in magnetic field ومغمور أو موضوع داخل مجال مغناطيسي، a force FB قوة المغناطيسية FB will act on the wire سوف تؤثر على هذا السلك. أعطاني هذه القوة بهذه الصيغة، قال لي يساوي التيار مضروبا في طول السلك اللي هو L كروس متجه المجال المغناطيسي. هنا بس في ملاحظة صغيرة، ما تلاحظوا يا شباب أعطاني الطول كمتجه
والطول أنا متعود عليه طول حياتي عبارة عن كمية قياسية. أنا عمري ما أروح للخياط وأقول له والله التوب اللي سويته اللي هو ترى توب طويل ولا توب قصير، أبغاك تقصر لي 1 إنش في اتجاه الشمال، ما لها معنى، مظبوط؟ ولا تروح تشتري قطعة قماش تقول لي أعطيني 4 متر قماش صوف في اتجاه الغرب. ليش طيب حط لي الطول هنا على شكل متجه؟ نفس الكلام اللي قلناه لما درسنا المساحات في قانون جاوس. قلنا في حياتنا اليومية صحيح أنا أتعامل مع المساحات ككميات قياسية، لكن في الهندسة وفي الفيزياء ترى ممكن أنا أعامل المساحات كمتجهات. والكلام هذا ينطبق تماما على الأطوال. الأطوال في حياتنا اليومية نعاملها معاملة الكميات القياسية للتبسيط، ولكن في الهندسة والفيزياء والرياضيات ممكن أني أعامل الطول عبارة عن متجه. وبالتالي أنت إذا شفت الطول ككمية متجهة لا تستغرب، هذا الكلام صحيح هندسيا ما في أي إشكال. طيب جميل، كيف أحدد اتجاه هذا الطول؟ قال لك اتجاه هذا الطول تحدده حسب ما كتبت لك هنا بالعربي. بكل بساطة متجه الطول يكون في اتجاه التيار. فمعناته لو أجي أنا في هذا المثال اللي أعطيتك هو، إذا كان عندي هذا السلك يمر فيه تيار جهة اليمين، معناته حقول لك والله هذا المتجه L يتجه جهة اليمين بكل بساطة. كم مقدار هذا المتجه؟ هو مقدار الطول. يعني لو كان هذا السلك طوله 1 متر حقول لك والله 1 متر في اتجاه اليمين، لو كان طوله 0.5 متر حقول لك 0.5 متر في اتجاه اليمين، وهكذا. فيصير الآن أتعرفت على هذا المتجه الجديد بنفس الطريقة. طالما أنا عندي ضرب اتجاهي ما بين المتجهين، فيمكن أن أكتب هذه المعادلة بهذه الصيغة، حيث الآن هذه الزاوية صارت بين مين ومين؟ هذه الزاوية في الحقيقة صارت ما بين متجه الطول ومتجه المجال المغناطيسي. نطبق هذه المعادلة الآن في مسألتنا الأخيرة. هذه المسألة ما هي صعبة، لكن كذا فيها شوية معطيات يبغى لنا نفصفص فيها، نفصلها عشان تكون واضحة بالنسبة لك. خلينا نترجمها خطوة خطوة ونشرح الكلام المبهم بعدين نبدأ نحل. إيش يقول لي؟ بيقول لي A straight horizontal length of copper wire. افترض أن لديك سلك مصنوع من النحاس وموضوع بشكل أفقي يحمل تيار قدره 28 أمبير. What are the magnitude and direction؟ أوجد لي مقدار واتجاه the minimum magnetic field، المجال المغناطيسي needed to suspend the wire، المطلوبة لتعليق هذا السلك. هنا كلمة suspend يعني تعليق أو معلق. إيش معنى التعليق؟ جاء قال لك that is بمعنى to balance، حتى تعادل the gravitational force، قوة الجاذبية. حنشرح إيش يقصد هنا، بس خلينا نكمل نص السؤال. قال لي في النص هنا the linear density يعني الكثافة الطولية بين قوسين، شرح لي إيش معناته الكثافة الطولية. قال لي هي الكتلة على الطول mass per unit length of the wire لهذا السلك ب 46.6 جرام لكل متر. قبل ما أرجع للمسألة خلينا نشوف إيش الكمية الجديدة الغريبة اللي أعطاني هي دي. قال لي هذا السلك له حاجة نسميها الكثافة الطولية بهذا القدر. إيش هي الكثافة الطولية؟ قال لك الكثافة الطولية هي حاصل قسمة كتلة السلك على طوله. فهو بدل ما يديني طول السلك اللي أنا بتعامل معه في هذه المسألة بشكل منفصل وكتلته بشكل منفصل، أعطاني حاصل قسمة الكتلة على الطول. هذا الكلام واضح حتى من الوحدات هنا. ألاحظ أن الوحدات عبارة عن وحدات كتلة على وحدات طول. هندسيا لما أجي أطالع في هذه القيمة إيش معناتها؟ معناته بقول لك والله شوف لو كان عندك 1 متر من هذا السلك راح تحصل كتلته بهذا القدر. لو أنا أعطيتك 2 متر معناته الكتلة حتكون ضعف هذا الرقم. لو أعطيتك 0.5 متر حتكون الكتلة حقت السلك الكلية تساوي نصف هذه القيمة. هذا المعنى الهندسي الفيزيائي البسيط. تمام؟ فالآن عرفنا إيش معناته linear density. هيا خليها على جنب وخلينا نرجع الآن للمسألة حقتنا. إيش بيقول لي في هذه المسألة؟ بيقول لي عندك سلك نحاسي زي السلك الآن اللي أنت قاعد تشحنه الجوال أو قاعد تشحنه اللابتوب، يمر فيه تيار 28 أمبير.
هذا السلك الآن لو أنت مسكته بيدك وشلت يدك، فكيت يدك، إيش راح يصير فيه؟ هتقول لي والله طبيعياً السلك هذا له كتلة، فالكرة الأرضية راح تجذبه، فالسلك هذا راح يطيح، راح يوصل للأرض. الكلام هذا صحيح. هو يقول لك جميل، إيش رأيك تدور لي مجال مغناطيسي معين، بحيث إنه لو أنت سلطته على هذا السلك اللي عندك، السلك هذا ما راح يطيح على الأرض، إنما راح يبقى معلق في الهواء. فكأنه إيش بيقول لي؟ كأنه بيقول لي طالما أنت عندك وزن السلك عمودياً للأسفل، إيش رأيك تأثر على هذا السلك بقوة مغناطيسية للأعلى، بحيث أن هذه القوة المغناطيسية تعادل الوزن، فبالتالي هذا السلك بدل ما يطيح على الأرض يبقى معلق في الهواء. أبغاك الآن تجيب لي مقدار واتجاه المجال المغناطيسي اللي يحقق لي هذا المطلوب. كيف نبدأ نحل؟ خليني أرجع أرسم لك هذه الرسمة من جديد عشان نبدأ فيها خطوة خطوة، وتشوف كيف جبنا كل قيمة من هذه القيم. أنا راح أفترض يا شباب إنه عندي الآن هذا هو المقطع العرضي للسلك اللي عندي، وزي ما إحنا اتفقنا دائما المقطع العرضي للأسلاك هناخدها على شكل دائرة. أول حاجة اتجاه التيار هنا كيف حيكون؟ هقول لك اتجاه التيار دائما وأبدا لما تأخذ مقطع عرضي للسلك حيكون خارج من الصفحة، والكلام هذا ما هو جديد علينا، الكلام هذا سويناه لما درسنا الكرنت والكرنت دينسيتي. إذا أنتم فاكرين كنا نجيب الكرنت من الكرنت دينسيتي، مرة يكون منتظم وغير منتظم، ونحسب الحسابات حقتنا. فكنا دائما بنقول إن التيار يكون خارج من الصفحة، والكلام هذا أيضا بديهي. يعني خليني أجي أقول لك كذا على جنب، لو أنا جيت قلت لك عندك لي معين أو ماسورة معينة ويتحرك موية أو سائل داخل هذه الماسورة، وجيت أنا قلت لك تعال يا مهندس أبغاك تدرس لي جريان الماء داخل هذه الماسورة، فأنت إيش راح تسوي؟ مثلا تروح تأخذ منشار وتقص هذه الماسورة عشان تشوف كيف الموية اللي قاعدة تتحرك هنا. الآن لما تقص هذه الماسورة، هل أنت حتدرس لي الجزء الفاضي، ولا حتبدأ تدرس الجزء اللي قاعد يخرج منه التيار عشان تفهم هذا التيار؟ أكيد حتدرس الجزء اللي قاعد يمر منه التيار. نفس الكلام هنا عندي في السلك، لما أنا أقص السلك حتى لو بشكل نظري عشان أطالع في المقطع العرضي حقه، أنا راح أطالع في الجزء اللي قاعد انضخ من خلاله هذا التيار الكهربائي. فحتما عندي في هذه الرسمة الآن التيار الكهربائي حيكون خارج من الصفحة. جميل؟ طيب الآن خلينا نشوف إيش القوة المؤثرة على هذا السلك. حتقول لي والله في البداية أنا عارف إنه السلك له كتلة، معناته الجاذبية الأرضية تحاول إنه تسحبه عموديا للأسفل بقوة تساوي الكتلة في عجلة الجاذبية اللي هو الوزن. السؤال يقول لي أبغاك تعادل هذه القوة بقوة أخرى في اتجاه الأعلى عشان يبقى هذا السلك معلق. وطالما هذه القوة قوة مغناطيسية راح أرمز لها بالرمز FB زي ما تعودت. جميل، فالآن أنا رسمت القوة المؤثرة على هذا السلك. في البداية هذه القوة عبارة عن قوة مغناطيسية، فبالتالي أنا الآن لازم أجيب اتجاه المجال المغناطيسي اللي يحقق لي وجود قوة مغناطيسية في الاتجاه الأعلى. كيف أجيب هذا اتجاه هذا المجال المغناطيسي؟ راح أرجع أستخدم قاعدة اليد اليمنى، لكن خلي في بالك الآن إنه أنا عارف اتجاه حركة الشحنات اللي هو اتجاه التيار، وعارف اتجاه القوة، وأبغى أجيب اتجاه المجال. فتعال طبق قاعدة اليد اليمنى زي ما تعودت. إيش المعطيات اللي عندي؟ قال لك التيار خارج من الصفحة، معناته تعال معايا خلينا نحط يدنا الآن خارجة من الصفحة، أصابع يدنا اليمين منفردة خارجة من الصفحة. طيب الآن إبهامنا المنفرد فين رايح؟ حقول لك والله إبهامنا المنفرد رايح في اتجاه السقف اللي هو اتجاه القوة اللي أنا أبغاها. يا سلام، فهي جاتني كده جاهزة. في هذه الحالة أصابع يدك اليمين تنحني بشكل طبيعي في أي اتجاه؟ تقول لي والله في هذه الحالة أصابع يد اليمين تنحني بشكل طبيعي في هذا الاتجاه، وأنا عارف أنه دائما أصابع يد اليمين تنحني مشيرة إلى اتجاه المجال المغناطيسي. إذا اتجاه المجال المغناطيسي لابد أن يكون رايح لليمين إذا أنا أبغى القوة المغناطيسية تتجه للأعلى. فيصير بهذه الطريقة قدرت أحدد أول مطلوب اللي هو الدايركشن، كيف يكون اتجاه المجال المغناطيسي. الآن أبغى أجيب مقدار هذا المجال، أجي أشوف إيش القوة المؤثرة على الجسم اللي عندي. عندي قوتين،
عندي المجال او القوه المغناطيسيه للاعلى لابد ان تساوي في المقدار الجاذبيه الارضيه او قوه الجاذبيه الارضيه اللي هي الوزن للاسفل. طيب القوه المغناطيسيه المؤثره على السلك انا كتبت لك هي هنا بهذه الصيغه، فراح ارجع اشيل الاف واحط بدلها هذه الصيغه في الطرف الايسر، الطرف الايمن يبقى زي ما هو ام في جي. هذه الزاويه قلنا الزاويه ما بين الطول والمجال، والطول اتجاهه هو اتجاه التيار، فتعال طالع معي في الرسمه من جديد. التيار خارج من الصفحه، هذا هو اتجاه ال. المجال المغناطيسي رايح جهه اليمين، معناته الزاويه ما بين ال والبي حتكون 90. ساين ال 90 بواحد، فيبقى لي هنا في الطرف الايسر الاي في ال في البي، والطرف الايمن ما زال ام جي زي ما كان عندي من البدايه. انا ابغى اجيب قيمه المجال، بالتالي راح ارتب هذه المعادله تطلع لي بهذا الشكل. ام في جي على اي ال، ام في جي على ال في اي، هي. انا ليش رتبتها بهذا الشكل؟ عشان بقول لك شوف تعال لاحظ معي ايش طلع عندي هنا. حاصل قسمه الام على ال في الحقيقه اعطاني هي جاهزه في السؤال، وسمالي هي اللينير دنسيتي. فلذلك انا راح اشيل الام على ال كلها على بعض واحط بدالها هذا العدد، وهذا بالفعل اللي سويته، مع ملاحظه انه لابد ان احول الجرام الى الكيلوغرام، فبالتالي ضربت هذا العدد في 10 اس سالب 3 عشان احول الجرام الى الكيلوغرام. فهنا راح احط لك هذه الملاحظه بس عشان لا تتساءل من فين جانا هذا العدد. حاقول لك هذا اللي هو تحويل من جرام الى كيلوغرام، والباقي ايش بقي لي هنا في هذه المعادله؟ حاجه طالع باقي لي الجي 9.8، التيار اعطاني هو في السؤال ب 28 امبير، انا مباشره اعوض هنا حيطلع لي هذا المقدار من المجال المغناطيسي. ايش معنات هذه النتيجه؟ معنات هذه النتيجه بقول لك الاتي: لو كان عندك هذا السلك سلط عليه مجال مغناطيسي بهذا المقدار في اتجاه اليمين، فإن هذا السلك سوف يبقى معلقا في الهواء ولن يسقط على الأرض، وهذا هو المطلوب في هذه المسألة. وبذلك يكون بحمد الله انتهينا من التشابتر رقم 28.